بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي من جديد في برنامجكم الأسبوعي مع الناس. حلقة هذه الليلة حلقة تهم كل مواطن وكل مسؤول ليبي بالدرجة الأولى. الموضوع أغلب الناس غير مهتمين به، ربما يتكلموا مجهودات فردية بسيطة جدا جدا، وهو في الواقع أن نعتبره من أكبر مواضيع الأمن القومي الليبي، وهو باك طولت عليكم في المقدمة تلوث المياه الجوفية. شن يعني؟ يعني الآن احنا في مدننا الليبية، احنا لاو في العاصمة طرابلس، ونعرف حتى في المدن الشرقية شرق ليبيا وفي جنوب ليبيا، ونوروا في الإذاعات كم من مرة صور يقشعر منها البدن لانتشار مياه الصرف الصحي في الأزقة وفي الشوارع وفي كل مكان. مدينة تاشوراء على سبيل المثال للحصر، بحكم أعلم ما فيها علم العين، أكثر من 300 ألف نسمة ممكن إلى هذه اللحظة تاريخ اليوم، يعني في نهاية 23، لا يوجد بها شبكة للصل للمياه الصرف الصحي. كل حد ملزم، كل ساكن في بيت أن يحفر بير للمية، لأن مية النهر الصناعي لم تصل إلى تاجوراء إلى هذه اللحظة. إلى هذه اللحظة 300 ألف نسمة ما وصلت شمش مية النهر الصناعي كاملة. نكلف فيكم راو مدينة كاملة، بل حتى عرادة، هذه هي ضواحي العاصمة. كل حد يقدر يتأكد الآن، حتى يتصل بأي صديق بأي قريب بأي مستأجر، بالله تاجورة حق ما فيهاش، يقول لك ما فيهاش. وكم مدينة في ليبيا ما فيهاش، غير أني خايف نسمي اسم معين يطلع داروا لهم والله بيديروا لهم والله حاجة زي هذه بس. لكن تو المواطنين لما يتصلوا حتشوفوا الشكايات في الموضوع هذا. فتلوث المياه الجوفية بالمدن الليبية أغلب النتائج التي أجريت لتحليل المياه الجوفية أكدت وجود مستويات عالية من التلوث، سواء في مياه الشرب بالمدينة إن وجدت، أو حتى بالمياه التي تستخدم لغسيل الملابس أو الأبدان، أو حتى للعبادة في الوضوء والغسل. وكل ذلك ربما يرجع إلى الانتشار العشوائي للأبار السوداء في كل شارع وفي كل زنقة وفي كل بيت. قال لي هذا أول حاجة بيديرها، بيدير حساب البئر الأسود هذا، أجل الله السامعين والحضور المشاهدين. هذه الأبار صممت بطرق غير علمية. لو تعاون الأفراد مش الدولة وجمعوا قيمة بناء هذه الأبار، كل بيت القيمة من ما فيش بئر أسود لا يقل عن بناء عن 5-7 آلاف جنيه في العادة، كبر أو صغر، مع السقف متاعها مع الأعمدة مع الطوب الإسمنتي اللي بيبنى به مع هذا كهو. لو كل بيت دفع القيمة هذه وتعاونوا وداروا شبكة صرف صحي وجابوا زي العالم والناس زي البلدان المجاورة لليبيا سواء فقيرة أم غنية، كل العالم. حتى الآن زرت البلدان المجاورة، النيجر، تونس، حتى بنقردان خطوي عندهم صرف صحي، مش في العاصمة تونس، احنا بالله عاصمة الدولة الليبية إلى 2023 إلى يومنا هذا قاعد المية اللي نتوضى بها ربما يلحقني فيها الشك لتغير الطعم والريح كما يذكر الفقهاء. لو صافت ثلاثة للمياه إذا تغير أحدها دور بعدين رخصة، ولا تغير بمجاور وتغير بكلام إلى ما قال الفقهاء في هذا الباب. لكن الآن غير مش كلمة حتى من ناحية العبادة فقط، نتكلم من ناحية العادة، أضرار وخطورة هذه الطامة الكبرى على البلاد.
كم من إنسان أصيب بأمراض جلدية بسبب المياه الملوثة، سرطانات جلدية. المشكلة حتى الأماكن اللي فيها صرف صحي يقول لك لا احنا والله أمورنا تمام وعندنا نار صناعي وغيره، باي شيء أنت ضيف لأي مدينة ما فيهاش الأمر هذا. احتمال بعض الناس ما عندهمش قدرة لشراء المياه الصالحة للطبخ، مش الشرب، باقي الشرب يشراه كل حد. أما أنا كل يوم طيب عندي 6-7 صغار، هل عندي قدرة أني نشري المياه شري؟ يا راجل طلعها من الوطاة وطيب بها، صب صب الملح بتصب، نقص الملح وتتساوى الحساب، هي والحساب سواء. مسكين رب الأسرة ما يعرفش أن المياه هذه غير قابلة للشرب سواء في الطهي ولا في غير الطهي، لأنها موبوءة، لأنها فاسدة. ومن يتحمل إثم ذلك؟ عاش الحكومات بعد الثورة ما فيش واحد منهم قال نهتم بالأمر هذا. ربما تناهي إلى سمعي أن حكومة الوحدة الوطنية مهتمة بالأمر هذا اهتمام خاص، حتى أني سمعت ربما ميزانية 24 تخصص لهذا الأمر في الجنوب وفي الشرق وفي الغرب. ونتمنى أن يكون هذا الخبر صحيح، ونتمنى من كل مسؤول في الدولة الليبية أن يخرج الإعلام ويبين سبب تأخر هذا الأمر وإلى متى وما هي الخطة المستقبلية. يا جماعة احنا الآن قاعد نكلم فيكم مش من باب ال دف النار لخبز زي ما يقولوا، لا والله احنا عندنا الآن في تجورة، في أطراف تجورة من الناحية الجنوبية، أماكن كانت من أروع أماكن ليبيا لإنتاج البطيخ الدلاع وال الخيار والطماطم، لأن يعني كلها غزو سكاني. علاش؟ أنا ما عادش فيه مية باش يسقوا، بعودة المياه. بيديروا لنا يا جماعة محطة صرف صحي كبيرة بحيث تكرر تحليل المياه وتصبح المياه صالحة للري بل حتى للشرب راي، هذا علميا. ونسقوا الزرع ونتسكوا من الأوبئة ونغسلوا بجنون مية نظيفة زي العسل واو إلى غير ذلك. أما كنا حاطين راسنا في التراب زي النعامة لما تختفي تعتبرها اختفت من الصيد، واللي هذا ساكت وناسين أو متناسين قول المصطفى صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا تاما منكر هذا، تابعد من المنكر هذا. ناس تهلك، أطفال يصابوا بالأمراض، حرائر يتعاملن مع المياه ليل نهار، في غص الصحون، في غص البيت، في غص الثياب، في غص الأطفال، في ما هيش مية يا جماعة اللي فيها بنا زي ما يقولوا عربنا في الشرق، والله ريحة نقول احنا، واللي فيها الرغوة من أثر الصرف الصحي. قال لي هذا حط في البيارة وماشي الحال، أو فلتها في وادي ولا صبها في البحر. هل تعلموا أنني تواصلت مع بعض المسؤولين منهم عميد بلدية تجورة، وقال لي راهو حتى الأوروب اشتكوا من المياه المفتوحة، مياه صرف صحي في مدينة طرابلس، أن شبه 50 كيلو في البحر مات الأعشاب التي تتغذى عليها الحيتان والأسماك. ديروا حل، قاعدين نطحنوا ونتعاركوا، ميزانية رهيبة تصرف على الحروب وعلى الأجهزة الأمنية وعلى وعلى، والنتيجة يا ريت حتى مرضية. لو عشر الأموال التي صرفت على الحروب في 10 سنوات الماضية بنيت بها الشبكات الصحية في كل المدن، لقللنا حتى من الناس اللي مصدعين ناروسنا بالعلاج في الخارج. ما عنديش من يعالجني هنا وما لقيتش طبيب باهي، ولا بد نمشي تونس ولا الأردن ولا تركيا ولا اللي هو. تبقى انت ليش تعالج فيه؟ انت انهي الموضوع جذريا، اوقف اسباب الامراض، درهم وقايه خير من قنطار، من قنطار علاج. كل المياه التي تذهب الى البياره او للجبال في الاوديه في الجبال او للبحار كلها ادت الى ظهور انواع من البكتيريا الضاره والفيروسات والجراثيم المسببه للامراض. وهذه البكتيريا راهو
بروا حللوا بكنين بالغ بكنين بعضكم مستوعب الفكرة موجودة بنسب عالية مش هذا في أبار المياه الجوفية. لهذا عضو يمشي يأخذ عينة يقول يا ريتني ما دام حللتها والله. هذه المياه الآبار الجوفية التي تغذي جزء كبير من أحياء المدينة. نقول لكم 300 ألف نسمة كلهم عايشين على آبار جوفية. ما وصلتش فينا مياه النهر. أعلاش أمر آخر. مع أني هنا كمواطن ليبي من 83 يقصوا في قيمة النهر، قيمة النهر، قيمة النهر. تدفع الشعب الليبي كله يدفع. ولما تسهل طلعوا لك من المشاكل الليل تسخف بحالهم. وين وزير الإسكان، وزير الحكم المحلي، وزير بصر شنو هو البلديات، وين في الأمر هذا؟ راهو الأمر هذا يستدعي التدخل السريع من السلطات المحلية أولا ثم رئاسة الحكومة وتضافر الجهود لمعالجة هذا الموضوع والتعاون من أجل إيقاف انتشار الأمراض والأوبئة. هذه المصائب التي تهدد حياة الناس في كل بلادنا الحبيبة. بعض الأمهات الآن يقول لك يتكلم تلوث المياه الجوفية وش معنى الجوفية، ومن حقهم سكين. هل المية اللي تطلع من البير يا حاجة اللي ترقى الخزان وبعدين تنزل عبر الموازين لكل حنفية، خلينا نوقف شوية نزلوا عليها شن قصتها؟ احنا ونطيبوا بها ونغصبها في الهدوم ونغصبها في بداننا ونتوضوا منها و هل المياه هذه صالحة لهذا الأمر؟ يمي لو كان نرفع لها لأي معمل تحليل راهو قال وقفوا راوني ننصحكم رتوباكم ما تديروه. ترى بحر الضر، بحر اللي هو الملح يطهر كل شيء. الضر من هالمية هذه اللي ما فيها من أوبئة أو جراثيم وقصة زي هذه حزينة. ها؟ هذا التلوث يحدث بصورة طبيعية جدا جدا. ليش؟ بسبب وجود مكون غير مرغوب فيه، وشوائب في المياه الصرف الصحي اللي دورها تسري الى المياه الجوفيه، وهذا يسبب الى تغيير كيميائي وفيزيائي وقصه وفي نوعيه الميه وفي الغالب جماعه العلوم يقولون راهو هذا يسبب الملوث في انبعاث غازات داخل المياه الجوفية. خذ انت مية وحطها غير على القطران، بس اناء مطلي بالقطران وحاول تشربها تعافها لان ريحة القطران فيها. فكيف هذه لما بتنزل لوطة لجوف الارض وبتختلط بالمياه اللي ربك مديرها كنز لكل وجعلنا من الماء كل شيء حي. الكل يعرف يا إخواني أن التلوث قد يحدث من خلال شبكات الصرف الصحي، مش هذه بس، تلوث في المياه أيضا مكبات النفايات، أي نفايات سواء سائلة أو غيرها مصيرها بتتحلل وتنزل للأرض لوطة. العالم كله تطور وأصبح فيه تكرير وتدوير لكل ما يحتاج إلى هذا الأمر، أولا للحفاظ على البيئة وعلى المياه الجوفية من التلوث، ثانيا الاستفادة من هذا الموضوع. ما نبوش نتكلموا احنا الآن على فضلات المستشفيات اللي هي الحقن أو الخراطيم المرضى المستخدمة لقضاء الحوائج البول وغيرها، أو الأسلاك في المستخدمة الخياطة الجرحى أو لغير ذلك. هذه هل تعدم بطريقة طبية سليمة 100% في كل المصحات؟ والله فيه اللي كمكمها لأن هذه مكلفة، لما تبي تعدمها بطريقة صحية بتدفع على حزم وزن وحجم البضاعة. لا تو احنا نمشي شوية قدام الحرس البلدي نرفعوها للمحرقة وللكوشة المختصة بهذا الأمر، والباقي الليل ساتر لكل حد لو حقر مكب. وبعدين
وين بتمشي؟ على من يعود أضرارها؟ هل تعجز ليبيا في 2023 عن إقامة محطات معالجات مياه صرف صحي على الأقل لأكبر المدن في ليبيا؟ لأكبر مدن نتكلم من عدد السكان، نتكلمش على إلى عهد قريب أني نعرف حتى أني في ضواحي طرابلس، حتى في تجورة وقرابوليوم سلاتة وحتى كان ما بلغتش أني 1960 ما يستحقوش الناس حتى لكنيف دبليو سي بالتواليت، اتساع الأرض وكل حد يقضي في حاجته في الخلاء وتمت، اسمه خلاء وبروحة بيت الخلاء. لكن الآن تتغير الحال، أني عندي مركز البحوث الصناعية هنا بحداها أكثر من 2000 وحدة سكنية تحتوي على 2000 أسرة، كل أسرة فيها أقل حاجة 5 أنفار، 10,000 روح سكنية كل يوم يستخدموا مية، المية مضروبة كيف؟ وكل المساكن الشعبية في ليبيا. نعم، من معي؟ سيد محمد من طرابلس، السلام عليكم. السلام عليكم غير شيخ عبد الخير. حياك الله أخي محمد، لاباس عليك. نهارك مبارك شيخ مبارك. الله يبارك فيك، سمعت الحلقة من أولها يا أستاذ محمد؟ على الصرف الصحي ولا؟ إيه، والمشاكل هذه وتلوث المياه الجوفية وما يعانيه الناس في هذا الباب. والله يا شيخ عبد اللطيف، تو الصرف الصحي والبنية التحتية من 69 لدقيقة، هذه صفر أولا. صحيح. نعم. انقطع الاتصال، يا ريت يعاود معنا السيد محمد باش نسمعوا. فعلا هي راهو. نعم نعم، من معي؟ المبروك. السيد المبروك منين؟ من بالوليد ان شاء الله. حياك الله انت وعربنا في ورفلة وكل منهم. يا مرحبتين، يا مرحبتين يا بي شيخنا. حيا الله سيد مبروك. يا مرحبتين بي شيخنا. نقولوا مرحبتين بي كل شيخنا. شكرا لك. ربي. نقول لك نهارك مبروك ان شاء الله ويومك مبارك. يا رب العالمين ان شاء الله يومكم ابرك حتى انت ان شاء الله. يا كريم الموضوع هذا. في القناه ان شاء الله بالكامل. ربي حد. يا اخوي مبروك الموضوع هذا، موضوع الحلقه، موضوع الحلقه هذا تعاني منه بني وليد ولا ما تعانيش منه؟ شيخ والله ما نسمعش فيك، صوتك مشوش. قلت لك موضوع الحلقه اللي هو تلوث المياه الجوفيه بسبب الصرف الصحي، عدم وجود شبكات الصرف الصحي، الامر هذا موجود في بني وليد ولا مداري لكم حل؟ شيخ والله شو نقول لك، ما نسمعش فيك غير ان شاء الله خلاص على الميه سامحني. ايه يا ريت انت تسمعني طول من الهاتف، ما تسمعنيش من التلفزيون. ايه نسمع فيك، ايه نسمع فيك يا شيخنا، نسمع فيك. قلت لك مشكلة تلوث المياه الجوفية بالآبار السوداء، هل الأمر هذا موجود أيضا في بني وليد وإلا إن دليلكم حلول؟ يا شيخ سامحني بالكلمة هذه، المي الحشاك، المي الفاسدة في كل مكان هذي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. المي الفاسدة في كل مكان، طقينا طقت 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 فيهم الدرجة، يسامحهم ربي إن شاء الله تعين التحليات اللي فاتح محل تحلية. إيه. نقول لهم نظفوا الفنتروات تاعات التحلية. عيب عليكم، عيب عليكم اللي نشربوا بشر، مانيش حشاك، مانيش كلاب، نشربوا حشاك، حشاك المطنطين، حشاك الموظفين القناة اللي يسمع فيا، كل حشاك اللي يسمع فيا حشاك وجهه. بارك فيك. إيه. ليش؟ عليش البير بالله عليك، حتى انا نوجه كلمتي توا للشركة العامة المياه، للمدير اللي شار الشركة العامة المياه، والله ناسي اسمع. ايه نقول لا، نقول لا، نود عليه فروعكم مكتبكم في كل ربوع ليبيا. ايه نظفوا البيار، البيار ما هنش نظاف، البيار ما هنش نظاف. صحيح. البيار حشاك يطيح فيه، في كل حشرات حشاك. ليش ان شاء الله ربي يهديهم، ان شاء الله يسامحهم ربي، ان شاء الله ربي يسامحهم، ان شاء الله ربي يهديهم. يصلح حال، يصلح الحال، جزاك الله خير. نقول لهم تعين المحلات نظفوا الفنتروات التحليه، تعين اللي عنده محل تحليه ينظف فنترواته، عيب عليك، عيب عليك. صحيح. حتى خش رزق حلال لعويلتك. كلام سليم والله. ان شاء الله ربي يهديهم، ان شاء الله ربي يهديهم. شكرا لك، رساله وصلت مبروك الى كل من يدخل في هذا الباب ويبيع المياه للناس، عليه ان يتقي الله في صحه الناس وفي صحه ابدانهم، ما يبداش يهمه الكسب فقط ولا يعنيه ان كانت المياه هذه جيده كما قال السيد مبروك او لا.
لا يعني تغيير فلتر زي ما قال او لا، كل ما يعنيش ماذا به يوفر ماله بس. مرحبا اخي ادريس، السلام عليكم. السلام عليكم، خير يا شيخ عبد اللطيف. عليكم السلام، مساك الله بالخير. الله ينورك، الله يبارك فيك، الله يزيدك نور. وانتم كذلك يا اخي ادريس. الله يبارك على التناصح وطول عمرك. يا رب جزاك الله خير انت والمشاهدين وكل منهم. الله يجيب في البرامج القيمة والحساسة. هذا واجب علينا والله، اعطينا ما ينفع الناس. والله يا شيخ عبد اللطيف ليبيا رايد عليها ربي، قال لك اكثر العطس على قولت الحمد لله. فهمت؟ إن من شر البلية تبين الحق. عرفنا الآن من الصحة، لا من الصرف الصحي، لا من سياسة السيسي. هذا البشير غادي نقول عند السيسي اللي خرب بلادنا ودمرنا. صرف الأموال، تصريف الأموال. أي وزير عنده وطنية يشوف الأشياء أمامه ويشوف الأبيار ويشوف الناس اللي تستغيث بالمياه وهذه المشاكل التي عانى بها الشعب الليبي. ينظرون هؤلاء وين عايشين هم الوزراء تاعينا؟ هذا ما كيف عايش؟ مش عايشين معانا في الشعب الليبي ويشوفوا في الاشياء امامهم ويصبحوا فيها كل صبح ويشوفوا في طرقنا. صحيح. والشركات اللي يعطوا فيهم شركه بعد شركه صرف اموال، دق يا شركه وبارك، عدي دق تخرب البلاد وتفسدها وتزيد. كل عام كل عام مشاكل، صرف صحي كان يجد مضطر تغرق، كان المواطن سكرت الميه يقعد بالمولي بتاعه ماسك ماسك الطريق مسكين ويدور في الميه يستغيث. تو الحكومه هذه مش يشوفوا فيه الشيء هذا قدامهم. يعني عينك يا تاج قدامهم. مع ونعم الوكيل. يا اخوي ادريس. انا يتكالبون على السياسه، يتكالبون على الكراسي. صحيح. والله ما ملايين به الشعب الليبي. صحيح. ولا ملايين بما يعانوا الشعب الليبي. السيسي لحرف هذا القاهره تاع نمي كل كلب يعدي للقاهره غادي يزيدوا يخربوا في بلادنا ويدمروا في بلادنا. دولة رئيس ما هم مقدمين صناديق وترشيح الصناديق وعلى اساس انه يديروا لنا حكومة ورئيس دولة وحكومة دولة والامن يوقفوا حتى هم في الطرق وينظروا الى النساء. لابد حتى الاجهزة الامنية عندها اقتراحات وعندها اشياء، لابد ان تتوجه الى الحكومة. ولا ومصيبتنا نحن السلبية، السلبية تاعنا الناس نوقفوا مع بعضنا يد واحدة ونصبوا يد واحدة. يوقفوا الشعب ويطلعوا امام الصرف الصحي ويمشوا للوزراء ويمشوا للمواصلات ويوقفوا باش يصبوا لهم. صحيح. يصبوا الحكومه تصبي لهم وتوقف لهم. كلام غير توقف لهم. فهمت ولا لا؟ كلام ان شاء الله ربي يلطف بحال ليبيا وان شاء الله ربي يصلح حال ليبيا. اللهم امين يا رب العالمين. جزاك الله خير. اللهم يا رب ينصر اخواتنا في غزه. اللهم امين. اللهم انصر اخواتنا في غزه، اللهم اجعلها نصر العزه، اللهم انصرها وثبت اقدامهم. وحدك اليهود والنصارى وجميع من استعان بهم وجميع من ساندهم. اللهم يا ربي يا عزيز يا جبار انصر المجاهدين في غزة نصرا مبيرا قويا عزيزا. وحدك الخونة كل من شكرا ليك. شكرا ليك يا ادريس. وخان الامة العربية. اللهم اجعل سبيلنا خير وربي يحفظك. واجعل سبيلنا في تدميره. والله اكبر. شكرا ليك يا ادريس، انا اتواصل معك مرات اخرى ان شاء الله. ربي يحفظك. ربي يحفظك ويبارك فيك. شكرا. سيد وليد من طرابلس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيد وليد. مرحبتين بك يا شيخ، ونتشرف بالحديث معك إن شاء الله. جزاك الله خير، ولنا الشرف نحن أيضا. يا أخوي وليد. نعم. قالوا في اللي يبكي وفي اللي خان قاتل عبرة. تو المياه الجوفية هذه كان من ضربتش بالأبار السوداء بتنضرب ببعض محطات البنزينة. أنا نسمع نعرف بعض الناس يقول لك الشال اللي بحدانا فيه تسرب المية نتبننوا فيها في حلوقنا. يا شيخ. نعم. فيه معلومات والله حشاك وحاشا وجهك وحاشا السامعين ما تسرش حتى العدو. الله أكبر. تصور أن الناس في منطقة عين زارة مثلا، المنطقة المحيطة هذه ب إيه؟ يحفروا في آبار جوفية يربطوا فيها بمياه الصرف الصحي باش ما يقعدش يجيب في السيارة ويخسر عليها في 30 و35 دينار باش يشبطها. تم 30 كان 30 خلصان. ايه تو الصرف الصحي ب 90 دينار وفوق طالع. يا سيدي ب 1000 دينار ولا نحطها بعباد الله. باي كلامك حتى انا معاك يا اخوي وليد، خلينا نتكلموا بشفافية. انا معاك في الكلام هذا، لكن رب أسرة. أيوة. متقاعد مرتبه 900 جنيه باش يوكل صغاره وباش يرفعهم للمدرسة وباش يشري لهم اكادا والمية الصرف الصحي كاد فيها. يخليها تطلع قدام الشارع يقول لك نفلتها في البير وفكني وامره وستر الله باقي.
هذا الناس كيديروا، لان الدوله ساهمت، لان الدوله ما تبيش تعاون المواطن الكادح البسيط، لان الدوله تفكر في امور الحروب والبلاء والمشاكل والامن. صحيح ولا لا؟ والله نعم. الدوله حاليا مخصصه اكثر من 6 مليار خدمه شركات الصرف الصحي، ان شاء الله. لكن مسلمتها لشركات، مسلمتها لشركات ما يخافوش ربي، يخدموا في خدمه حشاك يغطي منها الشيطان وجهه. عليهم. اشتغلت في شركه بخدم في الخدمه هذه، قلت لهم الله ونشهد بالله اني بريء منكم، ما نخدمها الخدمه معاكم. الله حسيبهم ان شاء الله، ربي يكون حسيب الظالمين. والله حق الظالم يا شيخ، وتكلموا بالله عليكم على موضوع المياه جرب طفاف الابار الجوفيه. اي هذا موضوعنا. اي انا اخطر مما يكون على الامه، مش اليوم هذه، حتى بعد 1000 سنه هذا. الله يبارك فيك، والله احطك في 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 محلها، ولابد ان يقف كل مواطن يتقي الله في مياه الناس، مصدر حياتهم مهما كان. زي ما قال لكم مدريس وليد، فعلا ما نقتلش الناس باش نعيش انا، شو الفرق يعني؟ كنا مساهمين في الامر هذا. لا حتى توعيه ما فيش يا شيخ، تبارك الله فيك، او برنامجك ويقع في نفوس الناس وفي اذانها، لكن في برامج اخرى ومحطات اخرى تتكلم في شان ما لناش به علاقه، ما تستضيف في برامج رياضيه وفي قصه وفي فكاهات، والمسلمين يقتلوا في غزه والليبيين يموتوا بال صحيح على الطرف الصحي. ان شاء الله ربي يستر وخلاص. جزاك الله خير يا وليد على الايضاح هذا، وربي يبارك فيك، وان شاء الله يلقى اذان صاغيه. ناخذ فاصل ثم نعود ان شاء الله. شكرا لكم. مع الناس نحو البناء نسير، واصل نحو المعالي المسير، نشيد بالحب صرح الإخوان، نبني إلى الحق أسمى الجسور. اللافت للانتباه أن هذا القرار الذي صدر من مجمع الفقه الإسلامي، هذا هو قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي. القرار 12 بشأن نداء للعالم الإسلامي حكومات وشعوبا حول فلسطين. فإن مجلس المجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مكة في تاريخ 24/0/1408 الموافق 17/10/87، فإن مجلس المجمع الفقهي يحيي الشعب الفلسطيني في جهاده المتواصل ضد الغاصبين المعتدين وصموده ضد المحتلين، ويحيي شجاعة هذا الشعب وبطولته. وفي نفس الوقت يتوجه فيه المجلس بالتحية الإسلامية للمجاهدين الفلسطينيين. بهذه المناسبة قرر المجلس بالإجماع التوجه إلى العالم الإسلامي حكومات وشعوبا بوجوب القيام بدعم الجهاد الفلسطيني بكل وسائل الدعم المادية والمعنوية والسياسية والاقتصادية. كما يقرر المجلس جواز صرف بعض أموال الزكاة لهذا الجهاد الإسلامي. والمهم في هذا النداء من المجلس أن يبادر المسلمون خفافاً وثقالاً للاستنفار لتأييدهم هذا الجهاد في هذه المعركة التي هي معركة الإسلام في هذا العصر. يرى أولاً ما الذي تغير حتى إن اليوم مثل هذا البيان لا يرتضيه عدد ممن ينتمي للعلماء. الفلسطينيون في سنة 1987 هم الفلسطينيون الآن، لا فرق. شعب أعزل محتل محاصر. واليهود سنة 87 حين صدر القرار هم اليهود اليوم، بل اليهود اليوم أشد فتكا وأكثر استيطان. مثل هذا البيان تستطيع اليوم دار الإفتاء السعودية أن تصدره؟ سنة 87 الفتوى تخرج من السعودية أن القتال في فلسطين جهاد في سبيل الله، واليوم لم نسمع همسا لإدارة البحوث والإفتاء في السعودية. الآن كلمة جهاد ما عاد يريدونها، ما الذي تغير؟ هاو الشيخ بن باز ومعه عدد من علماء الإسلام سنة 87 ما لم يقولوا على أن مجاهدة الفلسطينيين بالحجارة والمقلاع
لم يقولوا إنها عبث، مع أنها أقرب إلى العبث لو قورنت اليوم بجهاد الفلسطينيين اليوم، فأصبحت لهم أسلحة وأصبح لهم صواريخ ورشاشات. إذن الأمر أيها الناس ليس أمر دين وليس أمر عقيدة، وإنما هو أمر بحسب القرب من السلطان وبعده. ووالله نحن نتألم لما آل إليه حال الأمة. عدنا والعود أحمد، والحديث يشجون، وكما سمعتم وشاهدتم أن المسألة غاية في الأهمية، ينبغي على كل مسلم يخاف الله أن يسهم في علاج هذا الأمر بكل ما أوتي. أي مسؤول يسمع فينا أو حد مشاهد أو مستمع يسمع فينا وعنده قريب في الدولة الليبية صانع قرار أو يملك يصلح جانب ما في هالموضوع عليه أن يقوم بواجبه. مش كنا غير نضيعه في الوقت الآن ونتفرجوا على بعض ونقيم مقدم البرنامج يتكلم ولا غلط في اللغة ولا طار في السماء ولا نزل؟ لا والله، مش هذا مقصودنا من الله. ما نضيعوش في وقت، احنا الآن نحاولوا إصلاح ما أمكن إصلاحه وما توقفت عليه حياة الناس وصحتهم. فهذا الأمر راهو ما هو سهل. فسمعت بعض السلبيين ما يعنيش إلا بقاء المال، ويفلت المية السوداء في يحفر لها متاع، يجيب صندوق يحفر 100 متر في الأرض ويحط الطوب فيه بس. وهلا الفالح مداير فاسكية ويجيب فيها المية وعايش بها، أو أن حافر وراء الحوش بير آخر يشرب منه أو يغسل منه، ما يعرفش أن المصيبة اللي دارها هذه بتلك هو وجيرانه وناسه واللي حواليه وحتى المدن الأخرى. احنا قلنا بحر يتضرر، النص الشرعي وأهل الشرع كلهم يعرفوا ذلك، وبعضهم يسمع فينا الآن. لا ينبغي المؤمن أن يعمل عمل حتى يعلم الله حكم الله، حتى يعلم حكم الله فيه. فيا أيها المواطن، لما تقول لي يموت دون صاحبتي، والله إلا دونك أنت مش دون صاحبك، لأنك أنت تساهم في قتل نفسك بيدك. فالأمر على كل إنسان يتقي الله حتى بدون رقيب من قبل الرقابة ولا ديوان المحاسبة ولا مكافحة الفساد وإلا جهاز حماية البيئة وإلا الحرس البلدي. لا 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 لا، المؤمن رقيب نفسه، يعلم أن الله يراه، يعلم أنه محاسب على إيذاء الناس. خير الناس ينفعهم للناس، وشر الناس من اتقاه الناس لفحشه ولي. نعم، من معي؟ سيد عبد السلام من بنغازي، السلام عليكم. أيامكم طيبة، أطراف وسمياء كثيرة، الحمد لله، أمطار مباركة على ليبيا كلها. يا رب عادة وبادة إن شاء الله، بارك الله فيك سيد عبد السلام. أنا بنحيي الجيش اليمني الذي وقف مع قوتنا الفلسطينيين، هذه وحدة. ونحن معك. الوحيد الجيش اليمني طلع وقال كلمته، قال فك الحصار، أنا فك الحصار في هذا المنطقة. صحيح. وهذه فعلا يعني هذه لفتة طيبة من الجيوش العربية. نحن نحتاج إلى فعل وقفات نفس هذه الظروف. وخاصة اخوتنا الفلسطينيين اللي عليهم حصار من امريكا ومن بريطانيا وفرنسا، دول ثلاثة. نعم. زي الدول الثلاثة على مصر في 67 و 73 معروف يعني. نعم. وموضوع المياه الصرف الصحي من المنطقة ولا؟ اي، واثرها على البيئة، على المواطن الليبي بصفة عامة في كل ربوع الوطن. اي، نحن تو عندنا مصانع بكموات ومشتقات نفطيه ومواد، مصانع كاثره بدون تصريح من وزاره البيئه.
هاي هذه يعني تكون مؤثره في صرف الصحي. تو الصرف الصحي العالم الاخر يا شيخنا في تدوين وتدوين معالجه. نعم. ويغيب عليهم مزارع كبيره خاصه احنا كان في مشروع الصرف الصحي، لكن مع الاسف خذوا كل القطاع وزعوها في سكنيه بدون وفي مبر في تمر الوادي اذا جاوز الخطار راح يشيلهم كلهم. صحيح. فالعالم الاخر الصرف الصحي ما يضيعش. احنا سمعت الشيخ عبد اللطيف غشم في خطبه الجمعه خطبة جميلة وواعية، المفروض يفهم المواطن والدولة. صحيح. معايا يا شيخ. معاك كلام طيب والله. كلام تعسر، يعني رجل أعطاه باب مفتوح، نحن عندنا علماء الحمد لله في الكيمياء في الفيزياء في الزراعة. نعم. نعم. لكن تبغى العالم الآخر الصرف الصحي فيه تدويرة. التدوير يعني فيه معالجة، المعالجة هذه يختم بها زي مشاريع صرف زي مشاريع مصحيح المحاصيل للشعب والحيوانات. قالوا اكتب بفلوس ومع الناس فلوس يا عبد السلام. المياه ما تروحش في العالم الاخر، لكن احنا مع الاسف وين علمائنا وين صرف وين وزاره البيئه وين الحكومه، لانه مع الحكومات لا. صحيح وانا معاك. اي واحد يصير في دوره معناه يخدم الشعب، انا هذا خدمهم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، كلام غايه في الروعه يا عبد السلام والله. جزاك الله خير يا عبد السلام وبارك الله فيك على المساهمة هذه. الاتصالات كثيرة ولنا لقاء معك مرة أخرى إن شاء الله. نعم من معي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ عبد الحكيم. نهارك مبارك دكتورنا، ربي ينورك على قناة تنصح وكل الزملاء وكل المشاهدين والمستمعين. بارك في حسناتك. الله فيك وجزاكم الله كل خير. وتحية خاصة من كل قلبي لفضيلة الدكتور الشيخ صادق عبد الرحمن الغرياني مفتي عام ليبيا، وقبلة من جبين الدكتور العالم الأمة العربية بإذن الله تعالى والإسلامية. ونشاركك التحية. نعم. بارك الله فيك شيخنا. بالنسبة لما يسمى بالصرف الصحي والتخليط والمياه الجوفية شيخنا الفاضل، هي كالتالي، هي قديمة جديدة، علاش قديمة جديدة شيخنا الفاضل؟ 42 سنة وبعد ما تحولت المدينة اللي مدينة طرابلس الناس توسعت وكذا، كل واحد دار بيت 500 متر ويبي يتوسع، ولكن سبحان الله توسع من هنا وتضايق نفسيته من هنا، ويعلم الله بحاله كل واحد دار صرف صحي بروحه. معناها كيف شن دارنا المقبور؟ انه هو حشاكم وكرمكم الله اللي يدير قرايه يدير لك اشيك يقولوا بالمثل. فاحنا خلانا في دوامة. هي المشكله توا بعد ثوره 17 فبراير شيخنا الفاضل. نعم. ما حصلناش الا رحمه الله الدكتور عبد الرحيم الكيب كلمها تسليم واستلام، كانت حلوه وسلسه. وبعدها اللي هو المؤتمر الشرعي، مؤتمر وطني كان شرعي، لعبوا به بالمكان والمخارط، وقعدنا احنا نضرب زره المكان والمخارط في الامطار وفي الشتاء، ويعلم ان شيخنا الفاضل. بالنسبه شيخنا الفاضل تو المنتهين الصلاحية اللي هي هذا البرلمان الطايع السعد اللي طيح الليبيين، ويعلم الله بحالنا. شيخنا الفاضل يجب على اللي يحبه واللي ما يحبهاش، الحكومة الوحدة الوطنية اللي قبل خشوا بموضوع الصوب بتاع شيخنا الفاضل، يجب على الحكومة الوحدة الوطنية لن تسلم السلطة إلا بعد القوانين التشريعية، قوانين انتخابات برلمانيه تشريعيه، ثم يتجهوا الليبيين على التصويت الدستور وبعدها الرئاسي. ما يبدوش يضحكوا علينا شيخنا الفاضل، لان احنا في دوله استثنائيه تو بعد ثوره 17 فبراير شيخنا الفاضل، تبدي ان هي الناس توقف لبلادها بجديه، وبان هي هذه خلطه دماء ذكيه وطيبه طاهره، يجب علينا نوقفوا على الدستور. شوف شيخنا الفاضل ما تاخذش بالامم المتحده كيف ما قال الدكتور الفاضل الشيخ الصادق، والناس اللي هي معناها واعيه ومتقفه ومتعلمه، ما ناخذوش بهم، لان شفناهم في غزه العزيزه الغاليه على قلوب الاحرار والشرفاء المجاهدين والعزايز والشبيب والنساء والاطفال. يا اخي يا شيخنا الفاضل يخلصوا بالدماء ويقولوا احنا باقيين هنا في بلادنا، حتى احنا ما ناخذوش باقوالهم، يمشوا غادي يلعبوا مديرين مسرحيات ومديرين لوبي. يجب علينا احنا الشعب الليبي اذا كان يبي دوله منيحه وراقيه، وان هي تكون معناها البنيه التحتيه حلوه والرفاهيه الطيبه اللي ترضي الله ورسوله،
يوقفوا بلادهم بجدية. احنا العبد في الادارات الوسطى حتى هي تعطل، مش الدبيبة يوقف عليهم بيدور. يا شيخ نصافل بالله عليك، بالله عليك لو سمحت، تو المزارع كلها دارت شن دارت؟ دارت سدود، كل واحد دار سور وسكر وكلها تبي قطران. وين تمشي المية يا اهلي؟ ربي ينعم فينا بها ان شاء الله تكون رحمة وليس نقمة. يجب عليك يا بالله تنوع لها. نعم. وبارك الله فيكم وحفظ الله فيك. شكرا يا اخوي عبد العزيز. والناس الطيبه وربي يشفي كل مريض ويفرج على كل محتاج. والله اكبر، الله اكبر، لله الحمد. شكرا لك عبد الحكيم، شكرا شكرا لك. لنا اخوي عبد المطلب من الخمس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ عبد المطلب. الشيخ عبد المطلب يا كريم، وانتم كذلك ربي يبارك فيكم ان شاء الله. الله على المدة التلوث البيئي هذه مشاركين فيها كلها، كيف حكومة كيف مواطن صالح كلها مع بعضها مشاركين فيها. لا حقر شيء عدلوا كل الحكومة الدولة وهذه الثقافة دولة الأمن والأمان 40 سنة اللي خلى لهم عن قبلهم 40 سنة هذه الأمن والأمان. لا هذا هو يقول عليه اللي يقول أبوه اللي بين 42 سنة هذا الأمن والأمان منهم هذا أقول له. الله يحفظك. يعني حاجة الحرس البلدي، الحرس البلدي أعطتنا أعماء، قلنا الأغالب مرتباتهم ضعاف ما عندهمش يتحركوا، تو جايين على المواد الغذية على التاجر الضعيف، جايبين واحد شارة مستورد وحدات بتاعت حشاكل فيران، والواحد مدين كلفين هلو ب 800، ماشيين نازلين على التاجر الضعيف مش التاجر تاع الجملة، هذا ما يرعوش فيه، ما يرعوش فيه في هذه هذا المواد الغذية الدحي والطن، هذه وجبة الليبي المواطن نازلين عليه، نازلين عليه في الضرائب وحدة، ومسيبين المحلات زي القطاع غيار والمواد بناء اللي لا تاكل تشرب، ونازلين على الوحدة بشنو؟ باش تاكل عند الحق لنا مأجره وجاية دور الحرس البلدي، شنو هذه؟ نازلين على المواد الغذائية الضعيف، خير ما تدوس على اللي يجيبهم من القطاع هذوم رجال وحدة، قطاع الدولة ما فيش دستوريا. يا شيخ عبد اللطيف ما فيش قانون، نبو دولة ودستور وقانون، قتل عصابة تحكم، كل واحد أخطى في جيبه، هذوما يخنبوا في جيوبهم وبس، هذه شنو؟ قاعدين ثقافة دولة 42 عام شنو بحولها؟ والله الخمس حالة صايرة فيها، بعد فرص مضطرة مدارين خزازين على الأقل ما تمشيش مية في البحر، على الأقل استفيدوا منها الزراعة، عندنا فندان يا قاعدة جرداء. هذه الفندان الحوازه في المدينه اللي كانت تصدر في الزيت لايطاليا ولفرنسا في يمات الملك، هاي معده. وين حكومه؟ لا حكومه لا وحده، والمواطن زايد هم حتى هو. حلو. في جيبه بس روحي ربي ان شاء الله يصلح البلاد والعباد. جزاك الله خير استاذ عبد المطلب، بارك الله فيك على هذا التوجيه. فيا اخواني الموضوع والله انا عارف الوقت ما يشداش، وحاولنا نوصل الرساله هذه لكل مسؤول في الدوله الليبيه، ونقول لهم راهو في اسباب كثيره لتلوث المياه الجوفيه، زي ما قلنا منها هي تسرب مياه الصرف الصحي الى الخزانات الجوفيه، وخاصه في المدن وفي الدول الناميه التي لا تملك اصلا بنيه تحتيه جيده. بعض المناطق تفتقر الى بنيه تحتيه جيده لتصريف مياه الصرف الصحي لا شك، فتتسرب هذه المياه وتختلط مع مياه الامطار وكلها تتحمل وتتكون بالبكتيريا والمواد الكيميائيه السامه اللي يديروا في الصابون يصنعوا فيه، فضلاتهم تمشي غادي، خزازين النفط مش ما هو مستلمات 100% تصير فيهم تسرب للمياه الجوفيه اللي هي اصلا كانت صالحه للشرب كانت والان ملوثه. كما ان المخلفات الصناعيه لما نجي نيلي أكبر مجمع صناعي في ليبيا هذا في تاجورة، وإلا مجمع الحديد الصلب، وإلا مش عارف بنغازي شنو عندهم، وين مخلفاتهم وين تمشي؟ آثار الصناعة وين؟ في كل الأماكن. هذه من أسباب تلوث المياه الجوفية، لابد أن ترعاه. وين وزير البيئة؟ وين وزير وين الحرس البلدي زي ما قال عبد المطلب توه، وين دوره في الأمور هذه؟ المخلفات الصناعية هذه المخلفات تحمل عادة مواد كيماوية خطيرة وسامرة، ومعظم المصانع اللي اندارت الان في ليبيا ان شاء الله مصنع كلينكس والاكواب البلاستيكيه فيها اعدامات، فيها اشياء لابد تمشي، خاصه قلنا في الدول الفقيره التي لا تستخدم الوسائل الامنه للتخلص من هذه المخلفات، هيك يدف يمارك بحمارك وبرا. بدلا من ذلك
تطلق هذه المواد إما في الأنهار أو البحار أو في مياه صرف المياه الجوفية، كل ذلك يؤدي إلى تراكم مجموعة من العناصر الضارة والمعادن الثقيلة. يقولوها التخصص زنك ورصاص وكذا وفي التربة، بالإضافة للأسمدة اللي تستخدم في الزراعة، هذه المواد تتسرب يا جماعة الخزانات المياه الجوفية، رأي أدت إلى تلوثها، رأي سببت مخاطر صحية خاصة بالنسبة للأطفال وللرضع ولغيرهم، رأوا خطورة المياه الجوفية، خطورة تلوثها بالصرف الصحي. تتمثل في كون المياه الجوفية المصدر الرئيسي لمياه الشرب وري الأراضي في عدد كبير من مناطق ليبيا، وتسرب مياه الصرف الصحي إلى الخزانات المياه الجوفية يهدد حياة من يستخدمون هذه المياه كاملة. ليش؟ زي ما قلنا لكم مياه الصرف الصحي تنقل الأوبئة والبكتيريا والفيروسات والأمراض، إلى جانب الملوثات الصناعية والمواد الكيماوية الخطيرة التي تنتقل بدورها الأشخاص الذين يعتمدون على تلك المياه في الشرب. الكلاو انضربوا والبروستات انضربت والناس كلها تعبتوا، السامنة بدأت تنهار، أطفالنا معاشهم الأطفال الأقوياء زي شيابنا قبل، يعني من بين نسكر بنسود الحياة قدام المواطن، لكن نقول له ياسر سكوت على هذا البلاء. لابد أن تتحد الجهود في كل مدن ليبيا. رأوا الأمر هدد حتى المحاصيل الزراعية والزيوت اللي هي الزيتون والنخيل كلها نكت، ما عادش فيه انتهى زي زمان، لأن التربة تروى التربة هذه اللي فيها الزراعة تروى بتلك المياه الملوثة، ما عاد تعطيك انتهى سليم. كانت مضرب الأمثال ليبيا في زراعة زي ما قلت لكم البطيخ والقلعاوي والبطاطا والطماطم وغير ذلك. فأني من هالمنبر الحر هذا أبرأ من كل مسؤول لا يلتفت إلى هذا الباب، وأضع هذه الأمانة في عنقه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكر لهذه البلاد ولي أمر يأخذ بناصيتها إلى الصلاح. وجزاكم الله خير على حسن الاستماع، ولا نقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله. مع الناس نحو البناء نسير، واصل نحو المعالي المسير، شيد بالحب صرح الإخوة، نبني إلى الحق أسمى الجسور.